السلام عليكم الخوت. في الجزء الاول شفنا الباسيك اي تي سكيلز، المهم فهمناها فهمتيني، حيت موضوع طويل كبير بزاف. المهم فهمناها وفهمنا شحال مهمه بزاف، حيت هي مدخل باش تفهم الاسرار ديال الحاسوب. حيت ما فهمتش الاسرار ديال الحاسوب كيفاش دير تهاكي وانت ما فاهمش الاسرار ديالو، فهمتيني. المهم ثاني حاجه دابا غادي نطرقوا لها هي نيتوركين سكيلز. هادي شوف، هادي انا ما فهمتيهاش مزيان، حيد عليا، ما كاين لا هاكين والو، نسى شي حاجه سميتها الهاكين. المهم هنا هاد السيد هذا اللي هو سايبر مونتور حط هاد اللينك، هذا اللي هو ديال بروفيسور ماستر تا هو، واش كاين هذا ديال بروفيسور ماستر وكاين هذا ديال نيتاكاد باكيت تريسر. المهم هذا ديال بروفيسور ماستر اجي ندخلو ليه تا هو ونحلوه بشويه بشويه. المهم اخوت دابا اول حاجه خص نتوركين، هي حاسوب كيهضر مع حاسوب ياك، هذا ما كان كيهضر مع حاسوب، كان في شبكه محليه، شبكه خارجيه، المهم حاسوب كيهضر مع حاسوب، فهمتي. وكاين المونطيم ديال ديك الهضره، ولكن الخوت خصنا نشوفوا دابا مثلا هذيك الهضره مشات تمشي على الله، هذيك الهضره لا، هذيك الهضره خص توصل لواحد المنطقه، توصل مثلا لواحد لادريس، فهمتيني. المهم واحد المنطقه خاصها توصل ليها، وهذيك المنطقه يعني تعطات لها سميه، وهذيك السميه سميناها حنا الاي بي ياك. هاد الاي بي هذا باش كيهضر مع بزاف، يعني مقسم لي بور ديالو، هذا البور هذا يهضر مع الاخر، هذا البور هذا يهضر مع الاخر، هذا البور هذا يجبد مثلا من السيت فلان فلاني، فهمتوني. يعني خصنا نفهموا شنو هو الاي بيز، وخصنا نفهموا شنو هو البور، وخصنا نفهموا شنو هو الاوزي مودلز. المهم نعطيو واحد مثلا واحد مثال ديال اوزي مودلز. هاد الاوزي مودل كما كيبان لكم الخوت، دابا هذا واحد التقسيمه لوجيكال، فهمتيني، تقسيمه منطقيه عطاوها الساينتيست، الناس اللي صنعوا البي سي، باش يعرفوا هاد الهضره هادي. الهضره مثلا الى دازت من الابليكاسيون شحال خصها دوز باش دوز من الفيزيكال لاير، فهمتي. يعني الهضره من الابليكاسيون غتدخل البريزنتيشن، غتدخل السيسيون، غتدخل الترونسبور، غتدخل النيتورك، غتدخل الداتا لينك، غتدخل الفيزيكال، فهمتي. المهم هاد كاينه التقسيمه هادي، هاد التقسيمه متكامله، وكاينه التقسيمه هادي عاوتاني، المهم تقريبا متشابهه، راه كاين تقسيمات بزاف فهمتيني. هاي هاد التقسيمه هادي، هاي هادي كاين السوفتوير لاير، كاين الهارت، وهاد كاين الهاردوير لاير. المهم هادو تقريبا كيتشابهوا، وهاد السوفتوير هادو كيتشابهوا، وهاد كاين ترونسبور لاير. المهم هذا موضوع طويل. المهم خصك تفهمو مزيان، خصك تحافظو كاع باش ما تقولش فيه. المهم حنا غنمشيو دابا مثلا نرجعو ل هاد السيد. خصنا دابا نفهمو الاثرنت. الاثرنت هي دابا كاين مثلا الويفي، فهمتيني، كاين واحد الكابل ديال الويفي، كاين الويفي لي زون ديال الويفي، وعاد كاين الكابل. المهم خصنا الكابل هي اهم حاجه، هو الاثرنت. الاثرنت خصنا نفهموه مزيان، حيت النيتوركين ديالو ماشي هو النيتوركين ديال الواي فاي، فهمتي. خصنا نيتورك سويتشين، المهم النيتورك راه فيه بزاف موضوع كبير بزاف، سويتشين والبرودكاست والبروتوكول داتا يونيت نيتورك سيجمنت، هادشي راه الحماقة. المهم الخوت انا عندي لكم واحد الخينا كيهضر مزيان في هادشي ديال بلونك اللي كيما العاده، ولكن فيديوهات ديالو قصار وفي الصامي واعر ناضي. يوتيوب سوني كلاس روم، هاد خينا هذا اتبع معاه، شوف فيديوهات ديالو حلاوه فهمتيني، ما تملش بعدا اصلا. سوني كلاس روم كيشرح هادشي كامل اللي قلنا ديال نيتوركينغ، كيشرحو كامل. وتقدر انت مثلا ترجع مثلا هاد الكور، هذا الكور وتفهمو مزيان، ولكن مني تشوف هاد سوني كلاس روم عاوتاني عاد غتزيد تفهم كتار، حيت هو عندو داكشي في الصميم. المهم نيتوركينغ كما قلنا، انا نشوف لكم النقاط المهمه هنا في هاد الكور هذا. المهم كاين اي بي، اي كاين جوج انواع ديال اي بي، اي بي فيرسيون 4 اي بي فيرجن 6، اوكي فهمتيني. المهم الفيرجن 6 هي متطور على الفيرجن 4، وماشي كلشي كيخدم في فيرجن 6، يعني خصك تفهم انت الفيرجن 4 وتخدم في فيرجن 6 وتخدم كيفاش الادريسين وكيفاش. مثلا اجي نشوفوا مثلا شي مثال ديال شي اي بي فيرجن 4 مثلا،
شوف اي بي فيرجن 4 كثير تقريبا متشابهين اي بي فيرجن 4 لاي بي فيرجن 6 تقريبا متشابهين، غير هو خصك تفهم هاد الادريسين هذا علاش كتعطى، وهاد الادريسين هذا علاش كتعطى، وهاد الادريسين علاش كتعطى، وهاد الادريسين علاش كتعطى، وشحال من بيت كتعطى، وهاد البيت الاول هاد البيت الاول هذا لمن كتعطى، وهاد البيت الاخر لمن كتعطى. المهم ما تدخلش حماقات عميقه. المهم وعاد اي بي فيرجن 6 نشوفوا مثلا اي بي فيرجن 4 في اس اي بي فيرجن 6 المهم المهم شوف 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 الفرق شوف الفرق شوف الفرق شوف هاد التصويره هادي تعطيك الفرق مزيان. هاد التصويره شتيها اي بي فيرجن 6 فيرجن 6 كثير شحال فيه من الرقم، شحال ممكن تعطى فيه من الرقم من ادريس شتي، وهذا شحال ممكن تعطى فيه 4.3 بليون و340 اند سيلين. فهمتي دابا علاش تعطى فيرجن 6؟ هذا كسيفتي باش ما يتقاداوش الفيرجن 4 صافي هذا ما كان. وفيرجن 6 فيه شي بلانات متطوره وهادشي مع تجي مهمه بالنسبه ل 4 جي و 5 جي فهمتي. المهم المهم هادشي كامل غتفهمو، تدخل هاد الكور هذا غتفهمو مزيان وغتفهم علاش مثلا انت الكونيكسيون ديالك مثلا منك تريسارجي شي حاجه كتقال حاجه اخرى فهمتي. هذا بريوريتايزين ترافيك فهمتي، نتورك ادريسين ترانسليشن مهم هادشي. وقبل ما تفهم هادشي مزيان غتفهم الباينري اللي في الماط الباينري باكيت سويتشين اكسس كنترول السوفتوير دينايد نتورك. المهم اهم حاجه هو هادشي اللي يخرج ذا نتورك ادريس هادشي اللي ما فهمتيش حيد عليا في النتوركين بعدا علاش تفهم السابنت ماسك. السابنت ماسك نشوفو مثلا شي مثال ديال السابنت ماسك. السابنت ماسك انت تشوفها بزاف الناس كيديروها في الهاكينغ، كيدير مثلا شي كود كيدير فيه 16 32 باش كيسكاني مثلا هادو كاملين هاد لي بايت كاملين كيسكانيهم فهمتيني. كدير 16 32 دابا تفهمش هاد داك 16 32 انت كتكتبها في بيسي، ولكن من بعد هاد الكود هذا غتفهم بزاف ديال الحوايج. تلقى اكثريه كيديروا 16 24 كاينش هنايا، ولكن اكثريه كيديروا 16 24 يعني كتسكاني هادشي كامل فهمتي. 16 25 كتسكاني هاد شويه، ولكن 16 24 تسكاني هادشي كامل هاد لي بايت كامل. المهم انت من بعد تفهم شنو هو لي بايت، تفهم شنو هو الزيرو، تفهم شنو هو الواحد وانواع ديال النيتورك فهمتي. انواع كاين انواع ديال النيتورك، كاين ستارت نيتورك سيركل نيتورك فهمتي، على حسب كل بنادم في الشركه ديالو كيفاش كيبغي يوزع النيتورك ديالو فهمتي. انت في داركم راك شوف انت كيفاش موزع النيتورك ديالك. اكثريه دابا تخدم ستار نيتورك. دابا انت موزع ستار نيتورك انت ما عارفش، ولكن انت حط الموديم ولكن هكا داكشي كله علم فهمتيني. المهم نحيدو هاد ساني كلاس روم، هاو شتو الخوت ساني كلاس روم ناضي ساني كلاس روم. ونشوفو مثلا توبولوجي فاش في نتورك. انت شوف شتي توزيع ديال الحواسيب في نتورك كيفاش كيهضرو مع بعضياتكم الرينك، هادشي هادشي قديم. المهم هاد السطر هذا هو اهم حاجة. كاين الباص، هاد الباص راه كيتخدمو فيه كيتخدم حسب الديور فهمتيني. هاد الباص اللي كيتخدم كاين الماش وتري حسب المدينات. المهم تفهمت بزاف ديال الحوايج. انترنت اوف ثينغ مهمه. نتورك انترنت اوف ثينغ تخدم في نتورك فهمتيني. يمكن تكون تكونيكتا مثلا مع الثلاجه انت ما عندكش نتورك، تكونيكتا مع المهم عاوتاني تدخل الوايرلس كيفاش كيخدم، كيفاش تفهم انت كتفهم المستقبل ديال 5 جي وانت ما فاهمش شنو هو اصلا الوايرلس كيفاش كيخدم الواي فاي فهمتيني. المهم كاين السيلولار نيتورك، حيت السيلولار نيتورك هو اللي كيعطي لي زوند، كيعطي لي زوند باش يخدم مثلا المودم يلوح لك الواي فاي فهمتيني. الوايرلس المهم عاد كاين الكلاود كيفاش تكونيكتا مع الكلاود حيت الكلاود. المهم وكاين دي ان اس مهم بزاف، وعاد دي اتش سي بي انا فاهم، وعاد ان تي بي. المهم الدي ان اس هو اللي كيعطي كل واحد كيعطي مثلا الاي بي ديالك، اي بي بيبليك ديالك، كاين اي بي برايفت وكاين اي بي بيبليك
فهمتيني؟ المهم انت تشوف البلانات، انت تفهم الكورس، تفهم شنو الفرق ما بين اي بي بوبليك اي بي برايفت. المهم الدي ان اس هذا هو اللي كيعطي الاي بي بوبليك، ديك كيعطيك واحد الاي بي هاك كود. كان هضرك على الدي ان اس والدي اتش سي بي. والدي ان اس مثلا ملي كتدخل انت مثلا جوجل بوان كوم، ما كتدخلش انت جوجل بوان كوم، تشوف شنو هي جوجل بوان كوم. IP of Google مثلا، هاو مثلا، لا ماشي what is my IP، الله يهديكم، هاو IP of Google. فهمتيني؟ فهمت شنو بغيت نقول؟ هاد هو هاد علاش محجوز، شكون اللي حاجزو؟ دي ناس هو اللي حاجزه، فهمتيني؟ دي ار سي بي، دي ار سي بي كا، وعاد كاين ان تي بي، ان تي بي واحد السيرفر هذا خاص غير بالتوقيت، فهمتي؟ خاص غير بالتوقيت، لان لي تزقلات 0.01 من الثانيه غتزقلو بزاف ديال المعلومات. انت تفهم، انا ندخل السيرفرات غتفهم. مثلا انا نعطيك مثلا واحد المثال بسيط. مثلا انت عندك واحد واحد السيرفرات بجوج ومتحكم فيهم واحد السيرفر ثالث. هذاك السيرفر الاول عنده 3 وقسمين، والسيرفر الثاني عنده 3.4. عيت اونغيستريت واحد الايماج، وهذوك لي زيماج كاملين خصو يدوزو من السيرفر الاول والثاني يدوزو للسيرفر الثالث. ياك السيرفر الثالث مثلا دازلو واحد الايماج، مثلا الايماج ملي كت اونغيستريك تزيد عليها واحد التوقيت باش ما دوبليكاش. وفي نفس الوقت هذاك السيد مثلا عنده بيسي تقطع اونغيستريك ديك الايماج، وتقطعات لو كونيكسيون تكونيكت اوتوماتيكمون مع السيرفر الثاني، وبغى يجبد ليماج، ولكن هو مبغاش يجبد ديك ليماج ديال 4، بغى يجبد ديال اوكسماين. كاين مشاكل. المهم كاين واحد السيرفر ان تي بي خاص غير بالتوقيت ديال السيرفر، كي سايكرونيزي الوقت. المهم انا مدينا هضره بزاف. المهم باش ما نطولش بزاف الخوت، كاين كوبر كيبلين، الكيبلين كاين فيه بزاف، نتوما عارفين دابا تدخل الاوبتيكال فايبر كلشي ولا معروف، ولكن ما كاينش الاوبتيكال فايبر، كاين الكوبر، فهمتيني؟ كاين الكوبر وهاد كاين عاد الاوبتيكال، وهاداك الاوبتيكال والكوبر كاين فيه تاهو بزاف، فهمتيني؟ وعاد كتفهم لي ستوندار اللي كاين، فهمت ستوندار. المهم على الاقل باش تعرف الكابل اللي كتخشي في الموديم هذا تعرفو اين نوع، فهمتيني؟ انا نقول لك علاش يفيدك. مثلا السرعه، فهمتيني؟ يفيدك مثلا الا بغيتي تحمي، زعما انت تكون انت مخترق، مثلا بغيتي تخترق انت شي واحد واعر، ما تخترقش شي سيرفر كبير، وخصك تحمي راسك، فهمتيني؟ تحمي راسك، وخصك توزع مثلا توزع البيانات وتحمي بلاصه وتخلي بلاصه. المهم عاد فهمت هادشي مزيان. شوف ما عطيناش شي حاجه هاكاك باش نعذبوك وصافي. كل ما فهمتي كل ما تخسر عليك الوقت، وما تبقاش حتى تخربق وتخسر، غتخسر على كما قلت لك جينا من الاخر باش ما تخسرش عليك الوقت. المهم باش نزيدو حنا نسرعو، كاين هنا مثلا الفيرتوال نيتورك. المهم الفيرتوال نيتوركين داخله في ان الالات يكونوا، باختصار الالات يكونوا بعاد على بعضياتهم اقصى حد ممكن، اقصى حد ممكن، ولكن في نفس الوقت كيحافظوا على الفعاليه ديال النيتورك. المهم باش ندوزو عاوتاني. مثلا صيفطت واحد الميساج، غتيبان لك واش بنادم اونلاين ولا ماشي اونلاين، بحال هكاك. هذه افيليبيليتي كونسيبت، الباك اب والريكوفري، هادي كامل في السيكوريتي. الباك اب والريكوفري داخل في السيكوريتي. ايفنت مانجمنت، حتى حنا من الثمانينات اللور ولينا كنخدمو بجميع الحوايج كنخدمو بهم في سميتو في الحوسبه، وداكشي كلهم عباره عن ايفنتس. ايفنتس وعاد فهمت شنو هو الايفنتس بعدا، فهمتيني؟ وتفهم شنو هو المونيتورين. مونيتورين مثلا انا نفهمك شنو هو المونيتورين. الكابل مثلا ديال الكابل ديال او مثلا الشيب مثلا ديك الكارت مير ديال المودين خدامه هي مونيتورين، ما خدامهش عاديه، ما خدامش كتستقبل، هي مونيتورين يعني كتحكم في الداتا كي داخل وكي خارج، مونيتورين. المهم اتفهم هادشي حافي علاش انا نقولك مثلا واحد المثال. مثلا انت مثلا باغي تهاكي مثلا واحد الويفي، الا يعني ما رجعتيش لاكارت ديالك مونيتورين ما تقدرش،
باش تحكم الداتا اللي داخله واللي خارجه، وباش تقدر مثلا دير اتاك ديال مات ان ذا ميدل، مان ان ذا ميدل يعني الرجل الوسيط، فهمتي؟ باش تشوف الداتا، تشوف بنادم تشوف بنادم اشنو كيدير في الانترنت، فهمتيني؟ المهم الاتاك مازال تفهم من بعد. ومثلا ملتي فاكتور اوثنتيفيكيشن، هذه بنادم اللي ما كيديرهاش بزاف باش كيتخترق له الايميل ديالو، كيتخترق الايميل جيميل، المهم اي حاجه. ملتي تفهم شنو هي ملتي فاكتور اوثنتيفيكيشن بالنسبه للسيكوريتي، وتفهم شنو هي الوايرلس انكريبشن. هذا مثلا تليفون مثلا دابا مثلا موديم كيعطي واحد المعلومات، ولكن كيعطي واحد المعلومات غير على حساب داك التليفون، وكيدير بيناتهم واحد الانكريبشن، يعني واحد اش نقولوا واحد التشفير، واحد التشفير، المهم التشفير مهم. دابا دخلنا في نتورك اتاكس، هادو كاملين ديال لي اتاك، واه كاملين خصك تعرف تكون تعرفهم عاد تشوف كيفاش دير تامبليمون، فهمتيني؟ مثلا نشوف دينيال اوف سيرفيس، دينيال اوف سيرفيس اللي كيعرفوها الناس على اساس ان دي دوس. المهم اخوت هادشي نخليه من بعد، فهمتيني؟ نخليه من بعد، وعاد ديك الساعه نتلاقاو في فيديو واحد اخر.